مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي رواد النجاح. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف نموذج مميز داخل دولة الإمارات، واليوم إحنا داخل جراج كرييتيف أيديز ومعانا السيد ياسر علي الشقي. أهلا بك سيد ياسر. أهلا بك، حياك ويعطيك العافية ومشكور على حسن استقبال فريقنا. حبيبي مشكور. سيد ياسر، قبل ما نبتدي مع بعض الحلقة بتاعتنا ونتكلم عن الجراج، خلينا نعرف السادة المشاهدين مين هو السيد ياسر وكيف كانت بداية حياتك العملية داخل دولة الإمارات. والله بدأت حياتي العملية بال 2012 يوم اللي قررت أني أفتح شغل خاص، وكان المجال مفتوح، الأرض خصبة للاستثمار، الأرض جاهزة لأنك تستثمر، الإمكانيات متوفرة، كل شيء كان متوفر الحمد لله رب العالمين، بس بدها مجهود الشخصي وبدها التعب. الإمكانيات كانت الحمد لله متوفرة، دولة الإمارات من الدول الرائدة في مجال الاستثمار واستقطاب المستثمرين. طب انت حضرتك كسيد ياسر خبرتك في المجال دي قد ايه اول ما بلشت واخدها مثلا من حد؟ عرفنا اكتر عن شخصية استاذ ياسر وعن فكرته في المجال. والله انا بالنسبة لي الخبرة بدأت من الوالد الله يرحمه. كملنا من بعده المسيرة، هو كان حاططنا على اول الطريق والاساسيات بلشت من عنده، وانا تابعت الموضوع دراسة وخبرة عملية. ويوم اللي اجيت وقررت اني افتح البزنس هذا في الامارات، كمان استفدت كتير من الخبرات اللي منحني اياها الوالد، وبلشت اشق طريقي. طبعا التكنولوجيا صارت اوسع، الماكينات، طريقة الشغل صارت مختلفة. طبعا نحن عم نواكب التطور والحضارة دائما وابدا، التكنولوجيا كل يوم عم تتطور ونحن منواكبها. لكم التوفيق سيد ياسر. طيب سيد ياسر، انتم ما شاء الله هنا في جراج كرييتيف ايدياز، ايه بقى الخدمات والسيرفيس اللي انتم بتقدموها؟ نحن بنصنع تعديلات السيارات. تعديلات السيارات بشكل عام، قطع غيار السيارات بشكل عام، لكن متخصصين اكثر في صناعة قطع غيار تعديل تبع سيارات البر، الفور ويل درايف، رحلات السفاري، الأشخاص اللي عندهم سيارات بيحبوا يروحوا على البر، بيحبوا يروحوا على الأماكن المفتوحة الأوفرود، نحن منجهز لهم السيارة تجهيز كامل. في بعض منهم بيكون عنده أفكار لحتى يخلي لسيارته شخصية، هاي الشخصية بتكون فكرة، عبارة عن فكرة موجودة في راس الكاستمر، نحن منترجم له إياها على أرض الواقع. نحن بيعطينا هو الفكرة، حتى لو إجا رسم لي على ورقة أو شرح لي الفكرة اللي بده إياها، بإذن الله نحن قادرين نطبقها. نعتمد طبعا بهذا الحكي على التكنولوجيا، سوفتويرز موجودة عنا على الكمبيوترات، نقدر نحن ناخد صورة سيارته نعمل له ديزاين 3D، نفرجيه كيف ممكن يطلع، وبنفس الوقت بفيدنا هذا الموضوع في التصنيع، يعني نحن نتفادى المشاكل عن طريق الديزاين. ولا بتشتغلوا مع؟ لا، بنشتغل قطاعي وبنشتغل جملة. في حال اجانا اوردر مثلا من اشخاص او من كراجات ثانية في كميات كبيرة، وطبعا مع يعني حفظ الاسماء، نحن ما عندنا مشكلة، بنعطيهم الكمية اللي بدهم اياها بالكواليتي نفسها اللي احنا بنعطيها بل افضل. بتقدموا الخدمات دي لجميع الناس؟ جميع الناس. لكم التوفيق. طب ايه بقى اللي بيميزكم؟ اكيد جراج مميز، وانت حضرتك قلت انتوا بتواكبوا التكنولوجيا والسوفت وير، عندكم انتوا مبدعين فيه، ايه بقى اللي بيميزكم عن باقي الجراجات التانيه؟ هلا اللي بيميزنا شغلتين. اول شيء النقطه الاولى تبدا من اسم الكراج، كرييتيف ايدياز، يعني الافكار المبتكره. دائما في السوق انت محدود، يعني القطعه موجوده قدامك
يا بدك تشتريها او بدك ممكن ما تكون عاجبتك او فيها نقاط عاجبتك نقاط مش عاجبتك، نحن عندنا الميزة بانه كل الشغل رح يكون عاجبك لانه كله مفصل تفصيل على طريقتك بالسواقة، طريقتك الشخصية بشخصية السيارة، وبنفس الوقت الكواليتي. نحن النقطة الثانية عندنا الكواليتي، نهتم جدا 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 بموضوع الفينيشينج والكواليتي كيف بدها تكون. وطبعا ما بدنا نكون غافلين عن موضوع الحسابات الهندسية بقوة القطعة اللي احنا بدنا نركبها، لانه احنا عارفين كيف بدها تستخدم. ما شاء الله حضرتك يعني، بس انت ما خبرتناش وما خبرتش السادة المشاهدين، حضرتك اصلا دارس هندسة؟ دارس هندسة ميكانيك، فكل حاجة عندك محسوبة اكيد. لكم توفيق. هي بتساعدنا على الاستثمار، شيوخنا الله يحفظهم بيساعدونا على فكرة الأمن والأمان، ان انت تشتغل ان انت تبتكر، عشان كده كرييتيف ايدياز موجودة معك. فانت شو بيعني لك كل هذا؟ بيعني لي هذا الموضوع كتير. سبق وحكيت انا بأول المقابلة انه الارض الخصبة، الارض الخصبة بتنتج، الارض الخصبة انت مجرد انك تحط بذرة فيها، البذرة هي الافكار اللي احنا بدنا نحطها. لكن الامن والامان موضوع جدا مهم انه انت ما تشغل بالك فيه، في هيئة مشكورة، ناس قائمين على هذا الموضوع عم بيقوموا بدورهم باكمل وجه لحتى انت ما تنشغل في هذا الموضوع. يعني نحن كاشخاص نشكر دولة الامارات وقيادة دولة الامارات على نعمة الامن والامان المتوفرة عنا في كل انحاء الدولة، والاستثمار اللي هم جايبينه والتسهيلات اللي بيقدموها لكل الناس. التسهيلات الاستثمارية، يعني أنا بعطي مثال وبتوقع هذا المثال واضح. أنا يوم اللي أسست أو قررت أني أسس هاي الشركة، بكل بساطة أنا طلبت الماكينات اللي أنا بدي إياها دايركت من الدولة المصنعة، ودخلت لهون خلال فترة قياسية. يعني كان الموضوع أبسط ما يمكن. يعني احنا حتى لو بدك تروح تدور عليهم في السوق يمكن ما تلاقي اللي انت بدك اياه، فانت طلبت الاوردر اونلاين وصل لعندك. يعني كمان موضوع السيفتي في انك تعمل اوردر من برا بمبلغ ضخم، هذا له علاقه في العلاقات التجاريه بين الدول. ولو ما سمعت دوله الامارات العربيه المتحده يعني على مستوى العالم في مجال الاستثمار والتجارة الخارجية، ونحن ما كان بنقدر نوصل لهذا اللي احنا فيه. طبعا طبعا، الله يحفظ شيوخ دولة الامارات جميعا ويرحم مؤسس الدولة الشيخ زايد. طيب في نهاية لقائي المميز ده حابب برضو اخذ من حضرتك بعض الكلمات لو عايز تتوجه فيها لأي شخص كان داعم ليك طول فترة حياتك العملية. والله طول فترة حياتي العملية يعني بوجه الشكر لكل الاشخاص اللي وقفوا معي، بالذات الكاستمر اللي عندي. يعني أنا بخص بالذكر الكاستمر كلهم بدون استثناء، لأنه كانوا عم بلهمونا بأفكار. لما هم عم بيجوا يطرح فكرته عندي أنا عم باخد هاي الفكرة بطورها مثلا لكاستمر تاني، هاد بيساعدني في هاد. الرأي دائما لما يكتر، الآراء لما تكتر تاخد منتج أفضل والخدمات بتزيد. طب أنت خدماتك دي بتقدمها للجميع داخل الإمارات جميعا؟ داخل الإمارات. هل عندك خطة مستقبلية ان انت يبقى ليك فروع تانية داخل الإمارات؟ اكيد حيكون في لنا ان شاء الله خطة مستقبلية بأبو ظبي، لازم يكون لنا فرع في أبو ظبي وفرع في العين حتى نوفر
الكاستمر اللي موجود عناء السفر من هناك لهون. نحن في عجمان موجودين حاليا في إمارة عجمان، وبالإضافة لأنه إحنا حاليا عم نقدم هاي الخدمة عن طريق بعض الشركات التوصيل، يعني بيكون التوصيل علينا إحنا ما عندنا مشكلة، بس تكون الفكرة موجودة منصنعها ومنبعتها للكاستمر وبيركبها هو بذات نفسه. لكم التوفيق سيد ياسر. أنا بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء الطيب وعلى سعة صدرك لينا والكلام المميز ده، وإن شاء الله بنزورك في فروع تانية داخل دولة الإمارات وكمان خارجها إن شاء الله. وشكرا لكم تلفزيون سما العين، زيارتكم عزيزة كتير علينا، وشكرا على هذا البرنامج الجميل. ربنا يخليك، الشرف لينا سيد ياسر. كنا اليوم أعزائي المشاهدين داخل جراج كرييتيف أيديز مع السيد ياسر علي الشرقاوي، وهو من النماذج الناجحة داخل دولة الإمارات. وإلى اللقاء في حلقة جديدة من برنامجكم رواد النجاح. دمتم في أمان الله.